موضوع اللقاء سيكون استمرارية للقاءات التي مضت، يعني نحن دائما في صدد البيداغوجيات النشطة وتطبيقاتها. رأينا في الحلقات الماضية بيداغوجيا الخطأ، إذن رأينا كيفية استثمار الخطأ في الممارسة الصفية باعتباره يشكل اللبنة الأساسية لبناء التعلمات بالنسبة للنظريات الحديثة. ثم إذا أعتذر، إذا كما قلت بالنسبة للمداخلة الأولى كانت حول بيداغوجيا الخطأ وكيفية استثمار الخطأ في الممارسة الصفية باعتباره يعني الحلقة الأولى لبناء التعلمات. ثم رأينا بعد ذلك الفارقية، البيداغوجيا الفارقية، رأينا أهمية يعني تفريق التعلمات، رأينا بأن البيداغوجيا الفارقية ترتكز على تحديد أهداف موحدة، ولكن نقوم بتنويع المسارات، نقوم بتنويع البنيات، نقوم بتنويع فضاءات الاشتغال للوصول في النهاية إلى تحقيق نفس الهدف. ثم رأينا بيداغوجيا التعاقد، قلنا بأن التعاقد هي استراتيجية من استراتيجيات البيداغوجيا الفارقية. رأينا الفرق بين رأينا الفرق بين التعاقد البيداغوجي ثم التعاقد الديداكتيكي. وصولا اليوم إلى بيداغوجيا اللعب، إذن سنرى أهمية توظيف اللعب في بناء التعلمات. سي خالد، واش تسمعوني؟ سي خالد، سي حافظ، السلام عليكم. أنا سلمى. وعليكم السلام. وسيدة سلمى، لاباس بخير؟ لاباس، الله يبارك فيك. أنا كنسمعك سي صح. خالد. المهم ما عرفتش كتسمعني. شكرا استاذة سلمى، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. مرحبا، بارك الله فيك. إذا وصولا إلى بيداغوجيا اللاعب، إذا استثمار اللاعب في الممارسة الصفية وأهمية ذلك بالنسبة للمتعلمين، نظرا لأن الفئة العمرية التي نتعامل بها معها خصوصا في المدرسة الابتدائية، هي فئة عمرية اللي هي صغيرة، إذا هي في حاجة إلى اللاعب. إذن هدفنا هو توظيف اللاعب من أجل بناء التعلمات. إذن لنصل في النهاية إلى آخر بيداغوجيا إذن سنتحدث عنها، هي بيداغوجيا المشروع. إذن سنرى كيفية بناء مشروع بيداغوجي يعني يهدف إلى تجويد التعلمات داخل الفصل الدراسي.
إذن على بركة الله، إذن رأينا يعني في الحصة الماضية موضوع نموذج لموضوع مذيل بأسئلة يعني غير مترابطة. إذن سنقوم بالإجابة عن سواء الموضوع الذي تطرقنا إليه في حصة الخطأ أو هذا الموضوع. إذن سنخصص حصصا لنماذج للإجابات على الامتحانات يعني المهنية، نماذج الامتحانات المهنية. إذا بيداغوجيا اللعب، إذا سنقوم أولا بتعريفات للعب. إذا يعرفه كارتر جود في قاموس التربية Dictionary of Education على أنه نشاط موجه أو غير موجه يقوم به الأطفال من أجل تحقيق المتعة والتسلية، ويستغله الكبار عادة ليسهم في تنمية سلوكهم وشخصياتهم بأبعادها المختلفة العقلية والجسمية والوجدانية. إذن من خلال تعريف كارتر جود يرى بأن اللعب هو عبارة عن نشاط موجه أو غير موجه. إذن عندما يكون نشاطا غير موجها فهو يعتبر لعبا عفويا، ولكن عندما نقوم ب يعني توجيهه وتوجيه الأطفال إلى ممارسة هذا اللعب فإنه يعتبر لعبا بيداغوجيا. بالنسبة للعب الغير الموجه إذن فهو يقوم به الأطفال من أجل تحقيق المتعة والتسلية فقط. إذن اللعب العفوي هو لعب يكون غير موجها، إذن فهو لعب يكون غير موجه الهدف منه هو تحقيق المتعة والتسلية فقط. لكن بالنسبة لنشاط اللاعب الذي هو نشاط موجه الذي يستغله الكبار ليسهم في تنمية سلوك الطفل وتنمية شخصيته في أبعادها الثلاث، إذن فهو لاعب بيداغوجي يعني نقوم الهدف من ورائه هو تحقيق أهداف، يعني أهداف سواء من ناحية العقلية أو المعرفية الجسمية أو الحس حركية ثم السلوكية أو الوجدانية. يعني أنه لاعب الهدف منه هو تحقيق مجموعة من الأهداف. بالنسبة للتعريف تعريف ثاني إذا سمحتوا لي غنصيفط الرابط للمجموعة من الأساتذة، غنصيفط الرابط ونكمل. Thank you.
إذا معذرة، إذا نعود إلى تعريف ثاني لجيمس شاتلين. إذا يعرف جيمس شاتلين على أنه نشاط يمارسه أفراد، يمارسه الناس أفرادا وجماعات، يهدف الاستمتاع دون أي دافع آخر. إذا انطلاقا من هذا التعريف، إذا اللاعب الذي نقوم بتعريفه في هذا التعريف هو اللاعب يعني الذي لا يستند إلى أي دافع آخر غير الاستمتاع. إذا فهو تعريف اللاعب العفوي. بياجي يعرف اللاعب على أنه سي خالد، سي خالد واحد المجموعة ديال الإخوان تيصيفطوا لي دي ميساج. أيه؟ شوف لي عافاك واش كيصيفطهم في الجروب ولا فين؟ تيصيفطهم لانه ما دخلوش الجروب لي مشكل. واخا ندخل انا كل قول له خارج اللقاء ماشي في داخل. خارج اللقاء. السي خالد، راه خرجنا جوج ديال المنصات، كاينه منصه كاينين جوج ديال المقاطعات، مقاطعه جوج ومقاطعه 13، داكشي علاش واقع مشكل. طالعين بجوج بهم وبجوج بهم فيهم الرابط. وركاش اللقاء واخا ندخل نحبس هذيك. مرحبا.
السلام عليكم السلام أساتذة، اسمحوا لي، راه كاين واحد الخلط، راكم دايرين دو ليان، واحد كيخدم فيه الصوت والآخر ما كيخدمش. هذا دابا اللي فيه الأستاذ كيدوي راه ما خدامش فيه الصوت، خدام في لو ليان الآخر. أنا راه داخلين عندي شخص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نحن دابا في إذا أعيد، غادي نعاود من الأول نظرا لكون مجموعة من الأساتذة والأستاذات يعني كانوا في غرفة أخرى. إذا لتفادي مثل هذه المعيقات يعني مستقبلا، دائما اننا نبداو نمشيو لليان اللي مكتوب فيه رقم ديال المداخله، وهذا باش اننا ندخلوا، لانه ملي دخلنا انا والسي خالد في الاول لقينا شي حد ديجا لونسا دو يعني لونسا واحد دو سيونس اخرين يعني بلا بينا يعني. اذا لا باس، اذا إذا على بركة الله، إذا نبدأ. إذا كما أشرت إلى ذلك سالفا، إذا كانت اللقاءات التي بدأناها طيلة يعني الشهر الكريم، شهر رمضان الكريم، إذا كانت تتناول البيداغوجيات النشيطة يعني وتطبيقاتها. إذا رأينا بيداغوجيا الخطأ، ثم بيداغوجيا الفارقية، ثم التعاقد. إذا اليوم إن شاء الله إذا سنعرج على بيداغوجيا اللعب، إذا باعتبارها بيداغوجيا يعني مهمة، إذا تلعب دورا يعني في اكتساب المتعلم لمجموعة من التعلمات، نظرا لأن السن الذي يوجد به المتعلم هو سن يعني له ميول واهتمام بكل ما هو لعب. إذا لذلك سنتطرق إلى هذه البيداغوجيا، سأركز أكثر يعني كما العروض السابقة على التطبيق. إذا سنرى كيفية إنتاج أو البطاقة التقنية لإنتاج الألعاب البيداغوجية. إذن سنبدأ بالتعريف. إذن قلنا بأن كارتر جود في قاموس التربية يعرف يعني اللاعب على أنه نشاط موجه أو غير موجه يقوم به الأطفال من أجل تحقيق المتعة والتسلية، ويستغله الكبار عادة ليسهم في تنمية سلوكهم وشخصياتهم بأبعادها المختلفة العقلية والجسمية والوجدانية. إذن انطلاقا من تعريف كارتر جود، فإن اللعب نشاط موجه. إذن إذا كان النشاط موجها، هنا يقصد اللعب البيداغوجي، أو غير موجه، هنا نقصد اللعب العفوي،
يقوم به الأطفال من أجل تحقيق المتعة والتسلية. بالنسبة لي النشاط الغير موجع أو بالنسبة للعب العفوي، ويستغله الكبار عادة ليسهم في تنمية سلوكهم وشخصياتهم بأبعادها المختلفة العقلية والجسمية والوجدانية. هنا نتحدث إذن عندما يستغل الكبار اللعب ليسهم في تنمية سلوك وشخصيات الطفل بأبعادها المختلفة، فإننا نتحدث عن اللعب البيداغوجي. اللعب يمكن أن يستهدف يعني الأبعاد العقلية، يعني الناحية المعرفية، الجسمية، الناحية الحس حركية، الوجدانية، الناحية السلوكية. إذن هذا بالنسبة لتعريف كارتر جود. التعريف الثاني هو لجين شابلن في قاموس علم النفس، يعرفه على أنه نشاط يمارسه الناس أفرادا وجماعات بهدف الاستمتاع دون أي دافع آخر. إذا انطلاقا من التعريف، فجين شابلن هنا يعرف اللعب فقط، يعني اللعب العفوي فقط، نشاط يمارسه الناس أفرادا وجماعات. إذن هناك لعب ألعاب تمارس بشكل فردي وألعاب تمارس بشكل جماعي، الهدف منه الاستمتاع دون أي دافع آخر. إذن هنا جين شابلن لا يقدم تعريفا للعب البيداغوجي، بل يقدم تعريفا فقط للعب العفوي. جون بياجي يعني في النظرية البنائية يعرف اللاعب على أنه عملية تمثل يعمل على تحويل المعلومات الواردة لتلائم حاجات الفرد، فاللاعب والتقليد والمحاكاة جزء لا يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء. إذن هنا يتحدث بياجي عن اللاعب البيداغوجي الذي يسهم في بناء يعني القدرات العقلية وذكاء الأطفال. إذن هذا بالنسبة لتعاريف اللعب. إذا رأينا بأن هذه التعاريف تفرق بين لاعب موجه ولاعب بيداغوجي، وبين لاعب يعني عفوي، يعني اللعب من أجل الاستمتاع فقط. الآن سنرى مفهوم اللعب يعني انطلاقا من التعريف. اللعب العفوي، إذن سنتعرف أولا على اللعب العفوي. اللعب العفوي في معناه العام نشاط حر إرادي محدد في الزمان والمكان، تبعا لقوانين وقواعد متفق حولها وملزمة، يحقق للاعب شعورا بالسرور والمتعة. إذن هذا هو الهدف من اللعب العفوي، أنه نشاط حر إرادي، إذن تحكمه قوانين، محدد في الزمن والمكان. إذن مثلا اللعبة في كرة القدم، إذن نقوم باللعب لمدة محددة تبعا لمجموعة من القوانين يتم الاتفاق حولها. الهدف منه هو تحقيق الشعور بالسرور والمتعة بالنسبة للاعبين. إذن هذا هو تعريف اللعب العفوي. إذن تعريف أيضا جاءت بتعريف آخر، هو تعريف اللعب البيداغوجي. واللعب البيداغوجي حسب هذه التعريف التي رأيناها، اللعب البيداغوجي نشاط أو مجموعة أنشطة تربوية ممتعة وهادفة تخضع لقوانين وقواعد مرنة تستهدف التعلم بواسطة اللعب. اللعب البيداغوجي هو أنشطة تربوية ممتعة وهادفة. إذن لماذا هذا الشرط ديال المتعة بالنسبة للألعاب البيداغوجية؟ لأن الطفل في مرحلة عمرية هو في حاجة إلى اللعب والاستمتاع، ولكن مع مصاحبة هذا تحقيق المتعة بهدف
تعليمي آخر اللي هو تنمية التعلمات. إذا هذا بالنسبة للتعريف. إذا سنرى بعد ذلك مميزات اللعب. إذا ما دام أننا تطرقنا إلى نوعين من اللعب، إذا فسنرى مميزات كل نوع من هذه الأنواع. إذا اللعب البيداغوجي، ثم اللعب العفوي، ومميزات كل واحد منهما. إذا بالنسبة للعب البيداغوجي فهو يتمحور حول المتعلم. بالنسبة للعب العفوي يقابله تمحوره حول اللعبة. اللعب البيداغوجي يتم احترام سن المتعلم وقدراته الجسمية والعقلية. بالنسبة للعب العفوي لا يأخذ بعين الاعتبار سن وقدرات اللاعبين. إذا سأقوم مثلا بإعطاء مثال. ممكن أن تجد طفلا مثلا في سنه، يعني في سن السادسة مثلا أو السابعة أو الثامنة، يمارس كرة القدم مع أطفال مثلا في سن الرابعة عشرة مثلا. إذا هنا لا نأخذ بعين الاعتبار سن المتعلم، لكن بالنسبة للاعب البيداغوجي فإن يعني الألعاب التي نقدمها فهي محددة ومصنفة حسب سن المتعلمين. إذا تأخذ بعين الاعتبار القدرات الجسمية والعقلية للمتعلمين. ثم بالنسبة للعب البيداغوجي ينبني على أهداف بيداغوجية ويستهدف بناء تعلمات محددة. إذا الهدف من اللعب البيداغوجي هو بناء تعلمات، له أهداف تعلمية. بالنسبة للعب العفوي فهو ينبني على أهداف تحقق الفوز أو التسلية. مثلا ممارسة مجموعة من الأطفال للعبة كرة القدم، الهدف منها هو التسلية، والهدف أيضا هو الفوز. لكن مثلا إذا أخذنا مثلا حصة، مثلا حصة القراءة مثلا، الهدف هو يعني أن يتمكن المتعلم مثلا من القراءة، والهدف أيضا يبلغ هذا الهدف عن طريق التسلية. ثم بالنسبة للاعب البيداغوجي يجعل المتعلم يستمتع بتعلمه، غير أنه لا يعتبر المتعة والتسلية هدفا في حد ذاته. بأن أن يستمتع المتعلم بتعلماته، ولكن الهدف يصاحبه هدف تعلمي. ليس الهدف من لعبة قرائية مثلا هو التسلية والمتعة فقط. ثم بالنسبة للاعب العفوي عكس ذلك، فهو يجعل اللاعب يستمتع بلعبه ويعتبر المتعة والتسلية هدفا في حد ذاته. إذا الهدف هو المتعة والتسلية بالنسبة للاعب العفوي. اللاعب البيداغوجي الهدف هو هدف تعلمي بالدرجة الأولى، لكن سبل الوصول إليه يمكن أن تحمل متعة. بالنسبة للعب كآخر مميز يميز أو كآخر يعني مقارنة بين اللعب العفوي واللعب البيداغوجي، اللعب البيداغوجي يقام في ظروف وبشروط موحدة بالنسبة لجميع المتعلمين. بالنسبة للعب العفوي فهو يقام كذلك بقواعد لعب موحدة بالنسبة لجميع اللاعبين. إذا هذو مميزات. نعم السي خليل، غادي دير واحد القضيه، غادي تمشي للقضيه عندك وانولي ديك المداخله الثالثه. دابا الاغلبيه المداخلات السيمانه الفايته علاش دخلوا، انولي كاع لي غيون اللي فاتوا وخلي الرابعه ونشوفوا على الله. يعني واخا دخل واحد كاينه تماك وملي كيدخل كيقول لك لا راه مشكل، ولكن ما انا كندخل من البورطابل لا غيونيون هاد الرابعه وكندخل الثالثه كذلك. يعني بنادم لازم ما عارف تحكم فيها وصافي، ماشي لوليان هو
هما دابا كيخلطوا بين الروابط، في حين هذه راه الرابعه الاخرى راه الثالثه، انت انولي ديك الثالثه باش ما تبقاش تبان عندهم كاع تقريبا. انت باش تصدح اسمك خصك دير لهم عمليتين قاتل. مرحبا سي خالد. مرحبا انقاذ صاحبي الاساتذه راه غرقوا لينا في هذيك التيم زندوله. إذن نواصل. إذن وظائف اللعب، إذن فاللاعب يساعد المتعلم على التفاعل مع عناصر البيئة ومكوناتها، خصوصا إذا تم الاشتغال أو توظيف يعني عناصر البيئة المحلية مثلا في اللعبة. تشترك الطفل في بناء تعلماته موظفا قدراته العقلية والوجدانية والحس حركية. تشترك إذن تبعات الحيوية والنشاط أثناء بناء، مما يسهم في تشجيع المتعلمين على التعلم الذاتي. إذن جانب التحفيز فهو مهم في هذه العملية. ثم تنمي الجوانب التمثلية والتخيلية لدى المتعلم، هنا نتحدث مثلا على لعب الادوار مثلا، ولا تقمص الشخصيات، ولا المسرح، ولا يعني هذا النوع من الالعاب. توسع مدارك وافاق شخصيته في بعدها الثقافي والانساني. كذلك هذه البيداغوجيا تسهم في تجاوز الضغوطات النفسيه والنفور من الملل المصاحب غالبا للحصص داخل الفصول الدراسيه، يعني أنها تجرد المتعلم من الضغوط النفسية، تحفز فيه يعني ذلك الميول إلى اللعب، لأنه سن طفل في هذه السنوات العمرية يعني يميل إلى اللعب بشكل كبير. ثم من وظائف بيداغوجيا اللعب أيضا أنها تزيد من دافعية المتعلم للتعلم، كما توفر عنصر المنافسة والتعبير الحر والتفاعل الإيجابي، توازن بين الفروق الفردية في إطار العمل التشاركي والتواصل البناء. ثم تحمل المتعلم على احترام قانون اللعب والخضوع له واحترام الآخر،
يعني هنا تعويد المتعلم على الاندماج داخل مجتمع الفصل واحترامه للقوانين يعني المنظمة للعبة. تربي أيضا على التسامح والمنافسة والقبول بالهزيمة وبالحكم واحترام الوقت. إذا هنا تمرير مجموعة من القيم، فمن وظائف بيداغوجيا اللعب هي تمرير مجموعة من القيم، تساعد على اكتساب قواعد السلوك وأساليب التواصل وروح الانتماء وتمثل القيم الاجتماعية. إذن سنرى الآن مراحل يعني الجانب التطبيقي أو الجانب التنزيل الديداكتيكي لبيداغوجيا اللعب. إذن يمر هذا التنزيل الديداكتيكي عبر ثلاث مراحل. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة الإعداد. خلال هذه المرحلة إذن أولا يتم تحديد نوع اللعبة، ثم الفئة العمرية المستهدفة، ثم الهدف من هذه اللعبة، ثم المكون أو المجال أو المادة التي تندرج ضمنها هذه اللعبة، ثم بعد ذلك يعني وصف لهذه اللعبة. ثم مرحلة تنظيم البيئة الصفية وتنفيذ اللعبة. إذن خلال هذه المرحلة يتم تهيئ المكان الذي ستقام به فيه هذه اللعبة. ثم نمر إلى مرحلة يعني تجريب هذه اللعبة. أخيراً نصل إلى مرحلة التقويم والمتابعة. خلال مرحلة التقويم إذا نتحقق أولاً من يعني تقويم مراحل هذه اللعبة، تقويم درجة تمرير الكفايات أو درجة بلوغ الأهداف، ثم درجة تمرير القيم والقيم التي قمنا بتحقيقها من وراء هذه اللعبة. إذن هنا سنتحدث عن نموذج تطبيق هذه أو تنزيل بيداغوجيا اللعب. إذن هذا النموذج هو نموذج للدكتور محمود الحيلة الذي أدرجه في كتابه الألعاب التربوية وتقنيات إنتاجها. إذن سنرى المراحل إذن كما أدرناها سالفة. إذن أولا الإعداد للعبة. إذن اسم اللعبة، المجال أو المادة أو المكون الذي تندرج في إطاره هذه اللعبة، ثم الهدف يعني الهدف من هذه اللعبة، ثم المستوى الدراسي، محتوى اللعبة، ثم هناك شرط ضرورة إشراك جميع المتعلمين في اللعبة أو اقتراح لعبة لكل مجموعة. أثناء اقتراح لعبة يجب أن يشارك في اللعبة جميع المتعلمين أو تقترح لكل مجموعة لعبتها الخاصة. ممكنش أنني ندير واحد اللعبة والآخرين نعطيهم مثلا نشاط قرائي أنهم ما يشتركوش في هذه اللعبة. إذا اللعبة يجب أن تشمل الجميع أو أن تخصص لعبة لكل فريق أو لكل مجموعة. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة تنفيذ اللعبة. إذا أولا مرحلة تقديم اللعبة، تشرح قواعد اللعبة جيدا لجميع المتعلمين، ويتم الاختيار بالتناوب اللاعبين المستهدفين من اللعبة. مرحلة اللاعب ممارسة اللعبة دون الإخلال بقواعدها، مع الحرص على توفير الجو الملائم للاعب من خلال مصاحبة
وتوجيه وتشجيع المتعلمين. إذن هذه مرحلة تنفيذ اللعبة. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة التقويم. إذن تقوم الأنشطة المبنية على اللعبة باعتماد معايير من قبل تقويم درجة اكتساب التعلمات المستهدفة من خلال اللعبة، تقويم درجة الالتزام بالقواعد، تقويم القيم المراد تمريرها، مثلا التعاون، مثلا احترام الآخر، مثلا التسامح، مثلا يعني أي قيمة أردنا تمريرها إذا نقوم بتقويمها خلال هذه المرحلة. إذا هذه البطاقة هي النموذج يعني الذي ستقومون بتنزيله كلما طلبت منك لعبة. إذا هذا أشير دائما إلى أننا في هذا الإطار نحن هنا يعني تيسير اجتيازكم للمباريات المهنية. هذه اللعبة يعني أو هذه التقنية في إنتاج اللعب هي تقنية أولا تعطي للمصحح يعني دراية يعني الأستاذ بإنتاج اللعبة، زائد أنها تعطي نظرة بأن الأستاذ يمارس داخل فصله هذه البيداغوجية. يعني ماشي غير وليد الصدفة اقترح لعبة وتقول لي سيلعب المتعلمون لعبة مثلا البطاقات صافرة درتي لعبة. إذا اللعبة خاص أنه تعطيها واحد يعني قالب اللي ممكن أنه تتعطي به المصحح أنني على دراية بكيفية إعداد بطاقة تقنية للعبة. البطاقة التقنية للعبة لا علاقة لها بالجدادة، يمكن داخل الجدادة تمرير بأنني سأقوم بإعداد أو بتمرير لعبة مع للمتعلمين من أجل تحقيق هذا الهدف، لكن يجب أن الجدادة أن تكون مرفوقة أو مصاحبة بهذه البطاقة التقنية. يعني تكون عندك هذه بطاقة تقنية ومن بين النماذج يعني طلعت على مجموعة من النماذج نموذج اللي شفتوا بأنه سهل ويمكن استثماره. وغدا نعطيكم الآن إذا غندوزوا للمرحلة الموالية، لأنني وجدت أربع نماذج للعب وممكن ثم أنه تطورهم يعني وتعطوا يعني أفكار أخرى ولما لا اقتراح يعني لعب أخرى. إذا سنمر إلى يعني اللعبة الأولى. إذا هذه اللعبة تخص إذن سأقوم بتقاسم يعني اللعب التي تم الاشتغال عليها. إذن اشتغلت على مكونات اللغة العربية يعني وعلى الرياضيات. إذن أول لعبة، إذن بالنسبة لإعداد اللعبة، اسم اللعبة لعبة سباق الأشكال الهندسية. يعني بالنسبة للمتعلمين المستويين الأول والثاني، إذن أثناء التعرف على الأشكال الهندسية، إذن من أجل يعني إغناء تعرف المتعلم أو من أجل تيسير تعرف المتعلمين على الأشكال الهندسية، إذن أقوم باقتراح مجموعة من الألعاب. من بين هذه الألعاب
لعبات يعني سباق الأشكال الهندسية النموذج غادي نبارطاجيه معكم دابا. إذن بالنسبة للعبة هي لعبة سباق الأشكال الهندسية. إذن المجال فهو الرياضيات، إذن كما قلنا المجال أو المكون أو المادة الرياضيات. الهدف يتعرف المتعلم على الأشكال الهندسية. إذن إذا لاحظتم يعني الهدف هنا هدف تعلمي أكثر مما هو يعني تسلية، إذن فهو هدف تعلمي نصل إليه عبر هذه اللعبة أو عبر يعني تعويض تعلمين يعني عبر التسلية. إذن نخليكم لتلعب لنا في هذا العرض يشد الدين. إذن محتوى اللعبة، إذن المستوى الأول أو الثاني. محتوى اللعبة، يقوم بهذه اللعبة 5 متعلمين، حيث يقوم أحد المتعلمين بأخذ نرد مصنوع من الورق المقوى. واحد المتعلم تكون عنده واحد اون بتيت بواط عبارة عن نرد، يعني بحال لو دي تكون فيه يعني على الوجوه الأربعة. لو دي عنده 6 ديال الأوجوه، 4 ديال الأوجوه. غادي نقوموا بإلصاق يعني أو برسم أشكال هندسية، مثلا المربع، المستطيل، القرص، المثلث. بينما يصطف المتعلم الأربعة أمام شبكة، غتكون عندنا 4 متعلمين مصطفين أمام شبكة، شبكة مثلا فيها 6 خانات. كل متعلم يقوم بالوقوف أمام شكل هندسي معين، مثلا أقوم بالوقوف أمام المثلث، مثلا صديقي يقوم بالوقوف أمام المربع، المستطيل، ثم القرص. يقوم المتعلم برمي النرد، ثم المجموعة الأخرى ديال المتعلمين يعني الذين لم يشاركوا في اللعبة يقومون بترديد الشكل الموجود على الوجه يعني الوجه بالأعلى ديال النرد. إن كان مثلا المستطيل، يتقدم المستطيل بخطوة واحدة على الشبكة، ثم يرمي المتعلم النرد مرة أخرى. إن يعني سقط النرد والوجه يعني العلوي به مستطيل، يتقدم المستطيل للمرة الثانية، ثم هكذا دواليك. من يتمم هاد الشبكة يعتبر فائزا. إذا من يتمم يعتبر فائزا في هذه اللعبة المتعلم الذي ينهي خانات الشبكة. تعاد اللعبة لمرات عديدة مع تلاميذ آخرين، يجب إشراك الجميع. إذا بهذا الترديد الأشكال الهندسية التي تظهر على يعني وجه النرد، يقوم المتعلمون بترديد هذا الوجه يعني أو الشكل الذي يعني يظهر على هذا الوجه بصفة يعني متكررة. يقوم بتثبيت هذه الأشكال يعني لدى المتعلمين. إذا مرحلة تنفيذ اللعبة، مرحلة تقديم اللعبة، تشرح قواعد اللعبة جيدا لجميع المتعلمين، ويتم اختيار بالتناوب اللاعبين المستهدفين من اللعبة. ثم مرحلة ممارسة اللعبة دون الإخلال بقواعدها، مع حرص المدرس على توفير الجو الملائم للاعب من خلال المصاحبة والتوجيه والتشجيع. إذا مثلا متعلم يعني لم يتعرف على هذه الأشكال، يقوم يعني الأستاذ أو الأطفال الذين يعني يشاهدون هذه اللعبة بالمنادات على صاحب الشكل الذي يجب أن يتقدم في الشبكة. ثم بالنسبة لمرحلة التقويم،
تقوم الأنشطة تقوم الأنشطة المبنية على اللعبة باعتماد معايير من قبيل. إذا تقويم درجات اكتساب التعلمات المستهدفة من خلال اللعبة ويتجلى في التقدم في شبكات الشكل الهندسي الفائز من تكرار وقوع النرد وإظهاره في الوجه الموجود بالآلة، ثم الالتزام بالقواعد، القبول بالغير، القبول بالنتيجة، ثم التواصل. إذا هذا بالنسبة للعبة الأولى. إذا استهدفنا يعني مادة الرياضيات. الآن سنرى لعبة أخرى، وسنستهدف مادة أخرى. إذا نموذج تطبيقي ثاني. إذا هذه المرة بالنسبة للغة العربية. اسم اللعبة لعبة حروف كرة السلة. إذا المجال القراءة، الهدف يركب المتعلم كلمات لها معاني بواسطة حروف. المستوى الأول أو الثاني ابتدائي. إذا بالنسبة لمحتوى اللعبة، يقوم بهذه اللعبة تلميذان حيث يأخذ كل منهما كيسا من الكرات، كل كرة مكتوب عليها حرف واحد، ثم يرمي كل لاعب عددا من الكرات من مكان قريب داخل السلة، والكرة التي تدخل السلة توضع جانبا، وبعد انتهاء رمي الكرات يطلب المدرس من كل تلميذ تكوين أكبر عدد من الكلمات بواسطة الحروف المكونة المكتوبة على الكرات التي دخلت السلة. التلميذ الذي يجمع أكبر عدد من الكلمات هو الفائز. إذا تعاد هذه اللعبة لمرات عديدة مع تلاميذ آخرين. إذا يجب إشراك جميع اللاعبين. إذا بالنسبة للمراحل تنفيذ اللعبة، مرحلة تقديم اللعبة يعني اختيار لاعبين بالتناوب، مرحلة اللاعب ممارسة اللعبة دون الإخلال بقواعدها، ثم مرحلة تقويم. تقوم الأنشطة المبنية على اللعبة باعتماد معايير من قبيل الكلمات التي كونها كل متعلم بواسطة الكرات، يعني عدد الكلمات التي تم تكوينها، الالتزام بالقواعد، القبول بالغير، القبول بالنتيجة، التواصل، يعني أي قيمة يعني تكون هدفا أو نود تمريرها من خلال اللعبة، إذن يتم إدراجها في هذه مرحلة تقويم. إذا هذا بالنسبة للعبة الثانية. إذا سنرى الآن، سنمر إلى اللعبة الثالثة. إذا بالنسبة لهذه اللعبة، لعبة بالونات الكلمات. إذا أخذنا مجال تركيب، يعني الوحدة الأولى من السنة الرابعة ابتدائي. يكون المتعلم جملا فعلية وجملا اسمية. إذا يقوم بهذه اللعبة الفصل بأكمله. يتم تشكيل المقاعد على شكل حدوة الحصان. إذا يتم إفراغ يعني وسط القسم، لكي يتم إفراغ وسط قاعة الدرس، يقوم الأستاذ بإحضار مجموعة من البالونات. يتم كتابة كلمة على البالونة. يتم التناوب بين متعلمي الفصل على أخذ البالونات الواحدة تلو الأخرى. يقوم المتعلم بأخذ البالونة وقراءة الكلمة المكتوبة عليها ويحدد نوعها، ثم يقوم بتركيبها في جملة. إذن هذه اللعبة باش أننا نشرحها، إذن نقوم بكتابة مجموعة من الكلمات على البالونات نفخت. كل متعلم يأخذ كلمة، يقرأ الكلمة، يحدد نوعها، لأن عندنا من بين الدروس بالنسبة للوحدة الأولى في المستوى الرابع أنواع الكلمات. إذا يقوم بتحديد نوع هذه الكلمة، هل هي فعل، اسم أم حرف، ثم يقوم بتركيبها في جملة، ثم يحدد نوع هذه الجملة، هل هي جملة فعلية أم جملة اسمية. لممتع الهدف
الهدف بالنسبة للأستاذ هو توليد أكبر عدد ممكن من الجمل. إلا خديتي متعلمين ديال الفصل اللي عندك قلتي لهم كونوا لي جملة مفيدة، عدد الجمل التي ستحصل عليها لن يتجاوز عدد المتعلمين. يعني ما يمكنش أنه تفوت عدد المتعلمين. وأي متعلم قلتي لي خطأ، أنت خطأ لما درتيش جملة مفيدة ولا أنه الجملة اللي درتي ما مزياناش، الاخرين ما غاديش يزعموا انهم يعني ينخرطوا معك في هذا في اعطاء الجمل. يعني اكبر عدد ممكن من الجمل هو بعدد تلاميذ الفصل، ويمكن الحصول على جمل اللي هي متكرره. اكل محمد، خرج محمد، ذهب محمد، يعني نفس الجمل. ولكن بهذه اللعبة نقوم باختيار الكلمات، الأستاذ هو من يختار الكلمات التي يريد يعني أن تظهر في هذا الجمل، يقوم باختيار الكلمات. الهدف بالنسبة للأستاذ هو توليد أكبر عدد ممكن من الجمل. الهدف بالنسبة للمتعلم أشنو هو؟ الهدف بالنسبة للمتعلم من غير إعطاء هذا الجمل، كاين واحد الجملة أخيرة في هذا محتوى اللعبة، كل متعلم نجح في إعطاء جملة صحيحة يقوم بفرقعة البالونة. هنا تولي تنافس بين المتعلمين حول من يقوم بفرقعة أكبر عدد من البالونات. المتعلم الذي لم يتمكن من يعني من إعطاء جملة مفيدة أو من قراءة الكلمة وإعطاء جملة مفيدة، كن على يقين بأنه سيعمل على يعني إعمال عقله والاشتغال يعني في هذا الجانب ديال أنه الحصول على جملة، لأنه التنافس يصبح على فرقعة البالونات بالنسبة للمتعلمين، بينما بالنسبة للأستاذ هو الحصول على أكبر عدد من الجمل. التلميذ الذي يقوم بتوليد أكبر عدد من الجمل وفرقعة أكبر عدد من البالونات هو الفائز. واللي خلى هذا العرض يخليه غير بحال هكذا هو الفائز من مور هذا العرض ان شاء الله. اذا مرحله تنفيذ اللعبه، مرحله تقديم اللعبه، تشرح قواعد اللعبه جيدا لجميع المتعلمين، يتم اختيار المتعلمين بالتناوب. اذا قلنا بان هذه اللعبه اذا ستمرر يعني لجميع متعلمي الفصل. ثم مرحلة اللعب يعني ممارسة اللعبة دون الإخلال بقواعدها. ثم مرحلة التقويم، إذا تقويم درجة اكتساب التعلمات المستهدفة من خلال اللعبة وتتجلى في تركيب جمل اسمية أو فعلية انطلاقا من الكلمات المكتوبة على البالون. الالتزام بالقواعد، القبول بالغير، القبول بالنتيجة يعني إلى غيرها من القيم. يعني أنتم لكم الاختيار في تحديد القيم المراد تمريرها يعني من كل لعبة. إذن قبل أن نمر، إذا نمر إلى يعني اللعبة الأخيرة أو الاقتراح الأخير، يعني المقترح الذي قمت به آخر مقترح. إذا النموذج يستهدف الحكاية، هذا النموذج يستهدف الحكاية، لكن أود الإشارة إلى خليته الآخر يعني آخر نموذج سأقوم بتقديمه نظرا لأهمية هذه اللعبة، يعني لعبة البطاقات. البطاقات يمكن استثمارها في جميع المواد بدون استثناء، في جميع المواد يعني يمكن استثمار هذه البطاقات في جميع المواد. وغادي نعطيكم نماذج. الا خدينا مثلا الفهم والقراء، سواء بالنسبه للغه الفرنسيه ولا بالنسبه للغه العربيه او اللغه الامازيغيه، مثلا اقوم ب
بكتابة بطاقات يعني عليها مجموعة من الأسئلة، مجموعة أخرى تقوم برفع بطاقات للأجوبة. بالنسبة للرياضيات بطاقات الأعداد، يعني يمكن استثمار البطاقات في جميع المواد. إلى تلفتي نهار أنه يتقال لك أعطينا لعبة استعمل البطاقات، يعني يمكن استثمارها في جميع المواد. بالنسبة لا كونجيغيزون فا اكزومبل لي برونون بيرسونيل لو راديكال دو فيرب و لوتر غروب عندو لي تيرمينيزون. اون فوا انني تنرفع يعني البرونون بيرسونيل خاص انه لوتر غروب انه يكون عندو لا تيرمينيزون ديال لو فيرب لي عندي. بالنسبة لا غرامير، بالنسبة يعني جميع يعني المواد ولا المكونات يمكن استثمار هذه البطاقات يعني في اللعب. إذا اختارت الحكاية يحدد المتعلم شخصيات أحداث زمان ومكان، يعني الحكاية المستويات الأول الثاني الثالث يقوم بهذه اللعبة الفصل بأكمله. يتم تقسيم متعلم الفصل إلى مجموعة تخصص للمجموعة الأولى بطاقة بها أسئلة تهم شخصيات الحكاية مثلا، وبطاقة تحمل إجابات على أسئلة حول أحداث الحكاية. بينما إذا المجموعة الأولى نقدم لها أسئلة تهم شخصيات الحكاية وإجابات عن أحداث الحكاية، بينما نقدم للمجموعة الثانية بطاقات عن أسئلة لأحداث الحكاية وبطاقة تحمل إجابات عن حول شخصيات الحكاية. يعني تنبادلوا البطاقات بيناتهم. المجموعة الأولى عندها بطاقات ديال الإجابات ديال شخصيات الحكاية وعندها أسئلة ديال أحداث الحكاية. بالنسبة للمجموعة الثانية أسئلة حول شخصيات وعندها إجابات بطاقات أخرى تحمل إجابات عن الأحداث مثلا أو الزمان أو المكان. إذن يقوم متعلم المجموعة الأولى برفع بطاقة لسؤال حول شخصية من شخصيات الحكاية، وعلى متعلم المجموعة الثانية برفع بطاقة الإجابة الصحيحة. ثم ينتقل الدور للمجموعة الثانية لطرح سؤال حول حدث ما من أحداث الحكاية، فتقوم المجموعة الأخرى برفع الإجابة. المجموعة التي تحصل على أكبر عدد من الإجابات الصحيحة تعتبر فائزة. تعاد اللعبة لمرات عديدة مع تنويع الأسئلة والأجوبة بالبطاقات. إذن غادي نعود نبارطاجي العرض. إذا بالنسبة لمرحلة تنفيذ اللعبة، إذا تشرح القواعد جيدا، مرحلة ممارسة اللعب دون الإخلال بقواعدها، ثم مرحلة التقويم تقوم الأنشطة المبنية على اللعبة باعتبار معايير من قبيل باعتماد معايير من قبيل، تقويم درجة اكتساب التعلمات المستهدفة من خلال اللعبة وتتجلى في معرفة شخصيات أحداث وزمان الحكاية. ثم الالتزام بالقواعد، القبول بالنتيجة، القبول بالغير، التواصل. إذا هنا كل أستاذ غادي يقوم يعني القيم المراد تمريرها في كل لعبة يختارها. إذا أنا اختاريت بصفة عامة قريبا نفس القيم بالنسبة للجميع، يعني الألعاب التي قمت باقتراحها. إذا للأستاذ يعني أنه يمرر أي قيمة وأنه يقوم أي قيمة يعني على ضوء اللعبة التي قام باختيارها. إذن شكرا على حسن التتبع ولكم الكلمة. إذن اللي بغى أنه يتدخل الأستاذ الأساتذة ولا أنه عنده لعبة، لأنه كنت اقترحت عليكم يعني توجد واحد المجموعة من اللعب، اللي عنده شي لعبة وبغى أنه يقترحها يعني لكم الكلمة. تفضل السي خالد.
إذا نبدأ الأستاذة غزلان، تفضلي أستاذة. السلام عليكم. السلام عليكم. بالأول شكرا موصول، شكرا موصول لجهودكم رغم أن جميع كلمات الشكر لا توافيكم ولو جزء بسيط من حقكم، وذلك تقديرا لعطائكم الدائم في سبيل التكوين المستمر، سواء يعني من أجل تحسين ممارسة النصفية أو من أجل تحضير الامتحانات النهائية. إذن في إطار اليوم في باغوجيا اللعب عندي ثلاث تساؤلات. السؤال الأول، بما أن اللعب يعد أداة فعالة في تفريد التعلم لمواجهة الفرق الفردية وفقا لإمكانات وقدرات المتعلمين، إذن في هذا الإطار فنحن نطبق البيداغوجيا الفارقية وفي نفس الوقت بيداغوجيا اللعب، وفي نفس الوقت ممكن أن نطبق بيداغوجيا التعاقد. فمثلا في إطار مثلا مطابقة فنية محليا ولا جهويا أو وطنيا، يعني تحضير لمسرحية، فهنا المتعلم يقوم بلعب الأدوار يعني التمثيل المسرحي، فيعني يمكن أن أتعاقد مع المتعلم في حفظ الدور دياله يعني تعاقد كتابيا، يعني أشتغل معه في إطار بيداغوجية التعاقد، وفي نفس الوقت يعني بيداغوجية الفارقية، فإنه عندما يعني يخطأ يعني فأنا أصحح له أخطأه ويتعلم يعني حسب قدرته، وحتى أنني أعطيه الدور يعني يعني متوافق على حسب قدرتي. وايضا يعني ممكن انني حتى يعني يدخل في اطار بيداغوجيا المشروع، لانني بما انني كنخدم معهم في اطار مشروع مسرحيه يمكن ان تقدم في حفل نهايه الاسدوس ولا في اطار مسابقات. لان وجهه الفكره هي صحيحه او لا، يعني انني كنخدم معاه في مجموعه ديال البيداغوجيات في نفس الوقت. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، مشروع يعني مشروع تحسين التربيه عبر الانصاف والجوده. كما كتعرفوا بان في بدايه الحصص الخاصه بالرياضيات كنستعمل بطاقه الاعداد من اليوم الاول حتى اليوم اللي قبل، حتى اليوم اللي قبل الاخر، في اليوم الاخر كنستعملوا اوراق الحساب الديني. اذا هل يمكن يعني ان نطرح مثلا هذه بطاقه الاعداد في اطار المشروع بي يعني كنموذج للعبه بيداغوجيه تربويه في الامتحانات؟ إنه في امتحان الكفاءة المهنية في دورة شتنبر 2019 كان من بين الأسئلة في السؤال الرابع بالضبط وقيلة من خصائص المتعلم بالمرحلة الابتدائية الميل نحو اللعب، اقترح أو اقترحي نشاطا صفيا منفتحا على المحيط يوظف فيه اللعب البيداغوجي. تساؤل ما معنى منفتحا على المحيط؟ لأن من المثال اللي غادي نكتبه في العرض ديالكم في البطاقة التقنية كتبوا يعني اسم اللعبة، المادة، المكون إلى آخره، ولكن منفتحا على المحيط ممكن قاع أنني نكتب مثلا مجموعات يعني متجانسة ولا غير متجانسة أو يعني متحكمة ولا غير متحكمة إلى آخره، ولكن في إطار يعني في تحضير للعبة بيداغوجية فقط يعني استعمل يعني وسائل بسيطة يعني سواء بطاقات سواء أقنعة حيوانات سواء يعني بالونات، يعني فقط يعني وسائل بسيطة. يعني كيف يمكن يعني أن أقترح نشاطا صفيا منفتحا على المحيط؟ هذا هو السؤال الثالث. بالنسبة للعب التربوية عندي واحد الاقتراح، واحد اللعبة في مادة النشاط العلمي المستوى الأول، عنوان اللعبة أين أصدقائي؟ الهدف هو أن يميز بين الحيوانات العاشبة والحيوانات اللحمة، الوسائل يعني أقنعة حيوانات، صويرات، النجمات، ثم صندوق. الطريقة بعد توفير يعني الفضاء المناسب للاشتغال يتوزع المتعلمون إلى مجموعتين، ينتدب الأستاذ ثلاثة معلمين متعلمين من الفئة المتحكمة ليلعبوا دور، عندنا دور البقرة ودور الأسد ودور النمر، دور يعني حيوان عاشب ودور حيوان لاحم، والأسد يعني هو الحاكم. ثم يسلمهم أقنعة هذه الحيوانات ويشرح لهم مهامهم. يقف المتعلم الذي يلعب دور النمر فيقول بصوت مرتفع: أنا النمر حيوان لاحم، أتغذى على الفرائس وأبحث عن أصدقائي، أين هم أصدقائي؟ ثم يقف المتعلم الذي يلعب دور البقرة فيقول بصوت مرتفع: أنا البقرة حيوان عاشب، أتغذى على العشب والتبن والحبوب وأبحث عن أصدقائي،
أين هم أصدقائي؟ والمجموعات الأخرى تنتدب في نفس الوقت متعلما لأخذ صورة الحيوان من الصندوق، سواء كان ذئب أرنب إلى آخره غزالة، وتصنيف نفسه مع الحيوان العاشب أو اللاحم بإعادة نفس الجملة. إذا تمكن المتعلم من تنفيذ المهمة بنجاح فإنه يحصل على مكافأة من ملك الغابة اللي هو الأسد، عبارة عن نجمة ذهبية تنضاف لفريقه، وإذا لم يتفوق فإن ملك الغابة يرسله للمعالجة أي الإعادة مرة أخرى. إذن هذه لعبة، ثم لعبة أخرى هي لعبة بائع الكلمات. هذه اللعبة مشهورة. مادة القراءة المستوى الأول ممكن تبقى حتى في المستوى الثاني. الهدف هو أن يتمكن المتعلم من قراءة الكلمات بطلاقة. اسم اللعبة هو بائع الكلمات الوسائل. لدينا بطاقات، علبة من الورق المقوى، قطعة حبل رقيق. الطريقة، يضع أحد المتعلمين الحبل حول رقبته بعدما تم تثبيته على جانبي اللعبة، العلبة عفوا، التي وضعت بها كلمات، يوزعها على زملائه وهو يردد: أنا بائع الكلمات للأولاد والبنات، أنا لا أريد أثمان، يكفي أن تكونوا فقط من الأبطال. بعد الانتهاء يقف كل متعلم ويقرأ بطاقته بسرعة، وفي التقويم كل متعلم يقرأ بطاقة صديقه أو بشكل جماعي، أو يعني تكون مكتوبة على السبورة ويقرأها، ويعني ونمرر كل متعلم بشكل فردي للقراءة. طيب هذا اللي عندي، وشكرا أستاذ حافظ. شكرا الأستاذة غيزلان. إذن بالنسبة للبيداغوجيات، نحن نعمل في إطار يعني باكيج، يعني واحد المجموعة من البيداغوجيات اللي يمكن الفصل فيما بينها، يعني يمكن توظيف جميع البيداغوجيات في مشروع واحد، يمكن توظيف يعني اللاعب، التعاقد، الفريقية، الخطأ، الدعم، يعني جميع البيداغوجيات يمكن توظيفها. هذا التداخل فهو تداخل يعني منطقي وسليم، لأن جميع هذه البيداغوجيات يعني ترتكز حول الطفل. الطفل هو محور العملية التعليمية التعلمية، كلها تجعل المتعلم يعني مركزا لهذه العملية. إذن فتقاطعات فيما بينها فهي ضرورية. بالنسبة للمشروع بيك، بالنسبة للبطاقات، لماذا جاءت هذه البطاقات ديال الحساب الديني؟ لأنه أولا هي فيها نوع من التسلية بالنسبة للمتعلمين، زائد أنه فيها هدف اللي هو تعلمي، هو إعمال الذكاء والحساب الذهني. إذن هذا هو الهدف من ناش جات هذه البطاقات ديال بيك. إذن فهو هدف، وهو بالنسبة للأستاذ، إذن دائما بالنسبة للعب البيداغوجي ننظر فيه شقين. الشق الأول اللي هو بالنسبة للأستاذ، الهدف هو تمرير والوصول إلى مجموعة من الأهداف التعلمية. بالنسبة للمتعلم، يصل إلى هذه الأهداف التي سطرها الأستاذ، لكن بتسلية وبلعب. إذن هذا هو الهدف. إذن بالنسبة للمنفتح على المحيط، هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في اللعبة. إذن عامل البيئة يؤثر المحيط الذي يلعب فيه الطفل دورا في أنواع اللعب التي يقبل عليها. فالمحيط هو مصدر اللعب الذي يقبل اللعب التي يقبل عليها الأطفال، لأنه مثلا إلى إن كانت المنطقة مثلا قروية أو لا منطقة يعني حضارية، أو إذن فلكل منطقة ألعابها على حسب الفصول، تختلف هذه الألعاب بحسب اختلاف الفصول وتتأثر بالفصول. إذن هناك ألعاب شتوية، ألعاب صيفية، ألعاب خريفية، إذن على حسب المحيط. إذن هذا هو اللي مقصود بالمحيط، يعني يجب أن تأخذ هذه اللعبة انطلاقا من سواء المواد المستعملة، يعني أن تكون يعني تأخذ بعين الاعتبار محيط المتعلم. أضيف إلى ذلك أنه في الامتحانات يطلب المحيط السوسيوثقافي للمتعلمين، وقد أشرت إلى هذا الأمر في مداخلة سابقة. يعني المحيط السوسيوثقافي هو أن الوضعية التي نستمرها يجب أن تؤخذ من المحيط، يعني يجب أن تكون لها دلالة بالنسبة للمتعلم.
إذن هذا هو المقصود بالنسبة للانفتاح على المحيط. غندوزو لسي الفام إبراهيم. تفضل سي إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية تربوية للجميع. شكر موصول السادة الأساتذة الأستاذ حافظ والأستاذ سي خالد وجميع المشاركين. عندي يعني مجموعة من يعني الألعاب البيداغوجية. ممكن اسم اللعبة هي الرماية. المجال الأعداد والحساب. الهدف التعرف على مراتب ومنازل نظمة العد إضافة إلى تفكيك الأعداد. بالنسبة للمستوى يمكن سي إبراهيم إلا سمحتي لي عافاك غير من أجل أنه باش السادة الأساتذة لأنه إغناء للتجربة ديال السادة الأساتذة باش أنهم يأخذوا نقاط يعني أنه تعود اللعبة يعني غير يعني بتأني باش أنه الأساتذة يأخذوا نقاط لأنه هذا هو الهدف أنه المشاركة ديال مجموعة من الألعاب هذا هو الهدف ديالنا. بارك الله فيك سي إبراهيم شكرا جزيلا. مرحبا. إذن بالنسبة لإسم اللعبة هي لعبة الرماية. بالنسبة للمجال الذي يمكن أن نستثمر فيه هو يعني مادة الرياضيات مجال الأعداد والحساب. بالنسبة للهدف التعرف على مراتب ومنازل نظمة العدد. الهدف الثاني هو تفكيك العدد حسب يعني الوحدات العشرات المئات الألف يعني حسب كل مستوى. إذن هذه اللعبة يمكن نستثمرها في مختلف المستويات مع تدرج الأعداد مع اتساع مجال الأعداد. إذن محتوى اللعبة هو ورق مقوى يعني يتوسطه قرص يعني قرص فوسط قرص كيعطيونا مجموعة من المساحات. بالنسبة للقرص الذي يتوسط الورق المقوى يمثل مثلا إلى خدنا المستوى الثالث أو المستوى الثالث يعني يمثل الآلاف يعني مضاعفات الآلاف يعني المساحة بين القرص الأول والثاني يمثل المئات وهكذا حتى الوحدات. إذن بالنسبة للأدوات التي سنعمل بها يمكن أن نستعمل مثلا السدادات يعني السدادات ديال القنينات. بالنسبة للعبة يعني ممكن أن تكون تنافس ثنائي أو عبر مجموعات. يتم الرمي بالسدادات. السدادة التي أصابت يعني ذلك القرص الصغير تمثل مثلا في المستوى الثالث 1000 نقطة. إذن مع الرميات كل مجموعة أو كل فرد يجمع تلك السدادات حسب يعني الهدف الذي أصابه. سأعطي مثال. سنأخذ التلميذ مثلا أصاب القرص مثلا الوسط 3 مرات إذا له 3 مضروبة في 1000. أصاب مثلا تلك المنطقة بين القرص الأول والثاني يعني مرتين إذا زائد 2 مضروبة في 100 وهكذا المتعلم سيعرف قيمة تلك المنازل وبنفس الوقت سيقوم بالتفكيك وفي الأخير ستكتب تلك الأعداد مفككة في السبورة والذي حصل على أكبر عدد حسب نظمة العد هو الفائز. بالنسبة لتنفيذ اللعبة يعني لن أكرر يعني ما قلتموه يعني يكفي. وبالنسبة للتقويم بالإضافة إلى الكفايات القيم يعني المراد تنميتها يعني هل تمكن المتعلم من تكوين تفكيك يعني هذه الأعداد هذو هل تمكن من تحويل ذلك التفكيك إلى عدد. هذا بالنسبة للعبة الرماية. لدينا أيضا لعبة اصطياد الكلمات. هنا المجال القراءة أو la lecture en français. الهدف هو lire et développer la fluidité يعني نمو الطلاقة عند المتعلم. المستويات ممكن المستوى الثاني الثالث الرابع. محتوى اللعبة هو مجموعة من البطاقات توضع على الطاولة. التلاميذ يحيطون على هذه الطاولة. الأستاذ أو الأستاذة ينطق الكلمة والتلاميذ يعني يتسارعون لوضع اليد على الكلمة التي نطقت. يعني في الأخير الفائز هو الذي سيحصل على عدد كبير من الكلمات. إذا يمكن أن أضيف هنا
لعب الأدوار، ويعني هل يمكن أن نعتبره كلعبة تربوية بيداغوجية أم لا؟ مثلا بالنسبة للرياضيات، كل متعلم يمثل مثلا شكل اعتيادي، ما المربع المستطيل، كل واحد منهم يتباهى بمميزاته، أنا أتوفر على كم من ضلع مثلا الزاوية القائمة إلى غير ذلك. وعندي سؤال، يعني تقاسمت معكم أستاذي نموذج لمشروع، مشروع القسم باعتماد اللعب، باعتماد كنا بين لي جو دو سوسيتي بحال داك جو دلوا، ممكن نبني به انا مشروع القسم، المتعلمين غادي يديروا لي لابوراسيون ديال هاد لو جو، وفي التالي غادي يستمروه في مستويات الفهم القرائي لي نيفو دو لا كومبريونسيون، كل مره غادي يلعبوا ديك اللعبه. يعني ان بعد موافقتكم في نهايه العرض يمكنكم تقاسمه مع الحاضرين، واستسمح على الإطالة، وشكرا لكم جميعا. مرحبا سي إبراهيم، شكرا جزيلا. اذا فعلا راه كاين عندي لو فيشي، يلا تيلي شارجيتو دابا، اذا غادي ندير عليه اطلاله وغادي نتقسمو. بالنسبه للمشروع، يعني كانت عندي ملاحظه، يعني انه بالنسبه للمشروع، مشروع يعني تنبني عليه مجموعه من الانشطه، زائد يعني من خلال ليكتور سور فول لو بروجي، عندي غير واحد الاضافه، هو انه تحديد يعني الزمان ديال هذا المشروع، ثم محطه تقويم هذا المشروع. إذن هذه هي الملاحظة الأولية من خلال يعني تصفح سريع لهذا المشروع هذا. إذن سأتقسمه السي إبراهيم، إذن سأتقسمه مع الأساتذة، وغادي نعطيك ملاحظات من بعد السي إبراهيم. شكرا جزيلا أستاذي، شكرا. بارك الله فيك السي إبراهيم. السي خالد. حفظك الله السي خالد. إذن شكرا جزيلا على هذا العرض القيم سي حفيظ، والذي استفدنا منه الشيء الكثير، يعني تبارك الله عليك كما العاده دوما الجديد والافاده. هنا غير واحد الدليل اصدرته الوزاره لفائده التعليم الاولي، انصح به الساده الاساتذه لانه غني جدا بالالعاب. غير ما بيتش السيمانه الفايته فاش قلت لهم الموضوع، ما بيتش نوجهه لهم باش على الاقل غير يمشيو يبحثوا، ومزيان كفرصه اليوم باش يعني قدموه اليوم كنموذج يتضمن مجموعه من الالعاب، وتتضمن كذلك ما اشرت اليه، يعني تحديد الهدف، تحديد اسم اللعبه، العناصر ديالها الى اخره. يعني هذا الدليل تقريبا اجاب عن جميع هذه الاسئله، يعني يحدد اسم اللعبه والهدف ديالها. واذا سمحت السي حفيظ، راه ندير معك بارطاج ديكرون واحد شويه، راني دابا بعت من البيسي اللي انا كيكون ليكو، كنهضر غير من التليفون. مرحبا السي خالد، غير تفضل صافي، راه غنحبس غنبارطاجي معكم الدوكيومون او ميم طور، انتم خدامين صافي. انا غنحبس البارطاج، انا غنحبس اصلا، نحبس البارطاج. حفظك الله، اللهم يستر. ومساله اخرى السي حفيظ، راه كاين واحد ديك الوثيقه باش خدام في الرياضيات، فيها دوك العناصر مختصرين، يعني اسم اللعبه، الهدف منها، المستوى، العناصر ديالها. فهمتي راك نلوحو السوفور ما ديماش تا هو صافي. واخا سي خالد مرحبا، تفضل سي خالد تفضل. اذا نشوفوا شكون اخر، اذا ان كان هناك متدخل او متدخله. إذن بالنسبة للنوع ديال الألعاب اللي اقترح سي إبراهيم، إذن هذا النوع يندرج في إطار يعني اللعب التعبيري، يعني اللعبة التي اقترحها بالنسبة للرياضيات، إذن تدخل يعني لعب الأدوار والمحاكاة، يعني يدخل في نطاق يعني اللعب التعبيري. تفضل سي خالد.
اذا في انتظار السي خالد الا كان شي حد عنده. نعم سي مفيد تفضل. السي حفيظ السلام عليكم، الشكر الموصول يعني للسي حفيظ والسي خالد وجميع الاساتذه اللي متواجدين معنا في هذا الصوت. مسموع السي حفيظ ياك؟ مسموع تفضل. اذا الشكر موصول يعني للاساتذه المؤطرين لهذا اللقاء. اذا غير في اطار التقاسم عندي واحد يعني اذا انا يعني كلعبه يعني كوطفه يعني في هذا الشيء ديال يعني في هذا الشيء ديال التواصل اللي يعني هذا الشيء ديال التقنيات التواصل عن بعد يعني كنسميوها كتسمى سكيب ان دو كلاس روم، يعني سكيب توظيف سكيب يعني في الاقلاء في الاقسام يعني كتشمل حتى الاقسام الابتدائيه. كان دابا يعني كاينه خدمه يعني عند مايكروسوفت، غير حنا ما عرف الوزاره واش مازال يعني واش وظفتها عندنا الوزاره المغربيه يعني في الدول يعني في واش يعني واش اوتوريزي نخدموا بها ولا لا. غير الفكره ديالها يعني كيوظفوا سكيب بين قسم يعني قسم مثلا انا مثلا متواجد دابا حاليا في الريش يعني عماله مديريه ميدلت، يقدر ندير واحد لقاء تزامني يعني على شكل لعبه واحد مدرسه مثلا في فرنسا ولا في الرباط ولا في طنجة ولا في ماريكان ولا اي بلاصه في العالم. وفي الغالب يعني كنستهدفوا مثلا يعني الجانب الجغرافي، يعني الهدف من اللعبه الوصول في اخر الحصه الى تحديد مكان البلده التي توجد فيها المدرسه من خلال مؤشرات، يعني اللي يكون العمل على شكل مجموعات في الفصل، يعني القسم ديالي اقسم الى مجموعات مع توفير خريطه للبلاد التي توجد فيه تلك يعني المدرسه، يعني ديال الخريطه ديال البلد شامل للبلد يعني باكمله. مثلا انا نتحدث مثلا عن فرنسا، مدرسه في فرنسا يعني عندي 5 المجموعات، كل مجموعه كنعطيها مثلا خريطه ديال البلد الفرنسي، وكان يعني كنشرح لهم في الاول التلام ديالي بان غادي نديروا لقاء واحد المدرسه مثلا في فرنسا، غادي نحاولوا نحددوا المكان ديال هاد البلده، يعني غادي يكون التواصل يعني باللغه الفرنسيه، كنوظفوا الكاميرا يعني من جهتنا وحتى هما من جهتهم، يعني كيكون واحد اللقاء تزامني، يعني كيكون يعني تفاعل يعني من شتى الانواع، يعني من الجانب اللغوي الجانب المهاراتي يعني في بالنسبه للتوظيف يعني الاسئله المناسبه لتحديد، يعني كنحاولوا نصغروا يعني هذاك المحيط باش نحددوا المكان الذي توجد فيه البلده يعني المدرسه بالضبط. كما يمكن توظيف هذه يعني التقنيه يعني في شتى الميادين، يقدر دير لقاءات يعني مع شخصيات عالميه. اذا اللي بغى يعاود يتعرف عليه اكثر راه كاينه في مصطلحات مايكروسوفت، يعني مايكروسوفت يعني ايدوكاسيون فور ايدوكاسيون، كتلقى سكيب ان دوك ان كلاسروم، يعني يحاول واحد يعاود يتعمق عليه اكثر. هذا غير كان يبدا السي حفيظ، وشكرا على المعلومات. شكرا جزيلا سي مفيد، وتحياتي لاهل الريش والسي ابراهيم سلاك. شكرا جزيلا سي مفيد. العفو. اذا الى عندنا شي تدخل اخر. السلام عليكم. عليكم السلام سي هشام تفضل. إذن شكرا سي حفيظ على هذا التقاسم القيم، صراحه مداخله قيمه واستفدنا منها مجموعه من المعارف. فقط كاضافه اذا كما تفضل الاخوان بذلك، فمجال الالعاب التربويه هو مجال رحب ليس فقط من اجل غرس مجموعه من المعارف التربويه، يعني اهداف تربويه نسعى الى تحقيقها من خلال لعبه تربويه، وانما هو كذلك مجال من خلاله نمكن المتعلمين مجموعه من القيم والاتجاهات النفسيه الايجابيه. ثم ان اللعبه عندما نذكر اللعب فنحن نذكر الجانب المهاري، نزود المتعلمين بمجموعه من المهارات، مهارات مختلفه، مهارات حسيه حركيه، خصوصا اولئك المتعلمين اللي عندهم واحد النقص في هذه المهارات. اذا ثم الجانب الوجداني، كما ان الالعاب التربويه هي فضاء رحب لتمكين المتعلمين مجموعه من الاتجاهات النفسيه، خصوصا اولئك المتعلمين اللي كيعانيوا مثلا من الخجل ومن من من العزله على الاخرين. فالالعاب التربويه هي فضاء رحب من اجل خلق هذا الانسجام النفسي والاجتماعي داخل جماعه الفصل. اذا فالالعاب التربويه اذا هي واحد المجال كبير، ان حسن استغلاله من طرف المدرس
فلا يمكن فقط أن نتوخى من خلالها أهدافا تربوية معرفية محضة، وإنما مجموعة من الأهداف كما سبق الإشارة إلى ذلك. وشكرا السي حافظ. شكرا جزيلا سي هشام. إذا نتفق معك تماما، نظرا لأن الفئة العمرية التي نشتغل معها هي فئة ميالة بطبعها إلى اللعب، لا يمكن أن تحرم طفلا من اللعب، لأنه هذا هو السن ديال اللعب. راه ما يمكنش أنه متعلم يعني 7 سنوات 8 سنوات وتبغي أنه ديرو في واحد يعني الوسط لأنه تسد عليه، راه لا يمكن. ضرورة استثمار اللعب، لأنه الطفل في هذه المرحلة العمرية ميال للعب. إذن إلا أن نشر تدخل آخر، أخليكم سادة الأساتذة غير واحد الحاجة، لأنه راه لا يمكن أنني نجي ندخل لواحد يعني اللقاء وتعطاني فرصة أنني نهضر ونبقى ساكت. يعني ما عندها حتى شي معنى أنه نقترح لعبة، نقترح ممكن أنه تقترح شي حاجة وتصحح لك، المهم أنه يعني المعلومات ديالك أنها تتجدد، لكن غير باش أنني نجلس وجلس غير تنتصنط مع ولكم واسع النظر. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد، تفضل. أستاذي السي حفيظ، لكم جزيل الشكر على المجهودات القيمة والمعلومات التي أنرتم هذا العرض بها. مداخل ديالي أستاذ، ربما كإضافة يمكن أن نشير إلى شروط التي يجب أن تتوفر في اللعبة التربوية. هذه اللعبة التربوية يجب أن تكون ممتعة ومشوقة، ويجب كذلك أن تكون هادفة، ويجب أن تراعي خصوصيات المتعلم، يعني تراعي النمو ديالو والخصائص التكنولوجية للمتعلمين، كما يجب كذلك أن تكون أن نستنبطها من محيطه الاجتماعي. وشكرا جزيلا أستاذ على هذا العرض القيم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سي محمد. إذا أتفق معك، يعني كل ما ذكرته فهو يصب في نفس الاتجاه. نعم، إذا من بين وعليكم السلام. معك أستاذ محمد شاكوش، مديرية تنغير. مرحبا سي محمد، تفضل. اذا كملاحظه، انا لم اتابع العرض منذ البدايه، اذا تابعت معكم من الجانب الديداكتيكي. عندي تساؤل، عندما تناولتم من الجانب النظري، هل تحدثتم عن النظريات، يعني النظريات التي تناولت اللعب ام لا؟ لان هناك مجموعه من النظريات المختلفة في تفسير اللعب، مثل مثلا نظرية الطاقة الزائدة، نظرية التحليل النفسي عند فرويد، نظرية الخيفية. إذن هناك مجموعة من النظريات، هل تناولتم هذه النظريات أثناء عرضكم أم لا؟ شكرا جزيلا سي محمد. إذن بالنسبة للنظريات يعني المفسرة للعب، جميع العروض التي أقدمها يعني أرتئي أن تكون عروضا يعني عملية يمكن توظيفها بالنسبة للمقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية. أتفق معك، هناك مجموعة من النظريات يعني المؤطرة أو المفسرة للعب. هناك نظريات كما أشرت إلى ذلك، نظرية الطاقة الزائدة لهيربرت سبينسر وشيلر، نظرية النمو الجسمي لكارت، نظرية النفسية لفرويد، نظرية الاستجمام، نظرية الخيسية لستانيلي، النظرية الإعدادية لكارل جروس، وغيرها من النظريات. أنا أحيد يعني في هذا الاتجاه إلى ما هو عملي وما هو تطبيقي وما قد يطلب من الأساتذة يوم الامتحان. إذن هذه النظرية أنا أتفق معك بأن هناك نظرية مفسرة للعب ونظرية موجهة للعب، لكنني أقتصر دائما على ما هو عملي تطبيقي، يعني ما يمكن أن يعني يستثمره الأستاذ أثناء
إجابته على الامتحانات المهنية، لكن ما ذكرته فهو صحيح سي محمد شاكوش. تحياتي للناس ديال تنغير. شكرا شكرا أستاذ. بارك الله فيك سي محمد، بارك الله فيك. الأستاذة سعاد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. معكم أستاذة سعاد مديرية العرائش دائرة القصر الكبير. هي